هي مجموعة من السيركتس بتحول من AC وبتعمل DC، وطبعاً بعضها بيكون uncontrolled وبعضها بيكون controlled. نطلع على أبسط أنواع الريكتفايرز، رح نطلع على half wave uncontrolled rectifier. هاي عندي AC source، ايش راح يكون شكل الفولتج اللي بتكون عندي هون؟ بس الهاف، الهاف بوزيتيف هاف سايكل. وهذه طبعا راح تكون هون هذه بي. قديش الفريكونسي تبعت الاوتبوت راح تكون؟ 50. نفس الانبوت، نفس الفريكونسي تبعت الانبوت اللي موجوده هون. طيب الكرنت شو راح يكون الحالي هاي؟ لأنها ريزيستيف نفس الشكل بس سكيل حسب قيمة المقاومة، يعني المقاومة 10 رح يكون هذا 10 البيك هاي، لو كانت 5 رح يكون هذا 5 البيك اللي موجودة هون. إذا هذا عندي هون هاي هون. هذا الريكتيفاير بنسميه 1 بلس ريكتيفاير، 1 بلس ريكتيفاير لأنه وين السايكل؟ هاي السايكل مضبوط، خلال السايكل الواحدة كم بلس كان عندي؟ واحد بلس. إذا هذا بنسميه 1 بلس ريكتيفاير. هلا ممكن يكون عندي 2 بلس ريكتيفاير إذا بعمل فول ويف ريكتيفيكيشن. هذه فول ويف uncontrolled، uncontrolled لأني ما اتحكم فيها الدايت، حطيت الدايت لو بدي اتحكم فيها شو بحط هون؟ ثيرستر او اس سي. خلينا نطلع الان شو بصير حاله البوزيتيف هاف سايكل، لما يكون هذا عندي هون بوزيتيف من هون مين الدايت راح تشتغل؟ خلينا نسمي هذا 1 2 3 4 يكون هذا الدايت كوندكتنج، فراح يمر الكرنت هون هون وين راح يرجع؟ برجع في 4. فعندي بنص هاف سايكل راح يكون 1 4 شغال راح يصير اون. الكرنت راح يمر عندي بالنيجاتيف هاف سايكل، لما يكون هذا بوزيتيف بالنسبه لهذا راح يكون ثلاثه شغال يرجع. اذا كان نيجاتيف، نعم اذا كان نيجاتيف، اذا كان هذا نيجاتيف يعني هذا بوزيتيف، هيك هذا بوزيتيف بالنسبة لهذا راح يصير ثلاثة وراح يرجع وراح يشتغل عندي هون ثلاثة واثنين أو اثنين وثلاثة يكون هذا نيجاتيف هاف سايكل راح يتكرر بعدين. قديش الفريكونسي تبعت الأوت؟ نص ضعف. هيك راح تكون 100 هرتز. راح يصير عندي كم بلس هذا؟ 2 بلس. كثير من الكتب بنستعمل الرمز بي حتى نرمز للبلس تبع الريكتيفاير، فبي هون 2 بي هون 1. طبعا اذا هذا ريزيستيف لود راح يكون الكرنت نفس الشكل زي ما حكينا هون. الفريكونسي راح تكون عندي اف بتساوي 2 اف تبعت السبلاي ضعف الفريكونسي تبعت السبلاي. الان بامكاني ابني 3 بلس ريكتيفاير، خلينا نشوف كيف. استعمل الان هون 3 فيز
3 phase star connected source. وهذا راح اسميهم ار اس تي. عندي هاي اللود بصير هذا اوف وهذا اوف. لما اس يصير the most positive بصير عندي هذا اون وهذول الاثنين اوف، ولما تي يصير the most positive بصير هذا اون والاثنين الثانيين اوف. اذا كم درجه رح يكون كل واحد من هذول اون؟ 120 درجه. هسه لو احنا بدنا نرسمها بهذا الشكل رح يكون عندي لفتره 120 درجه هلا عندي هذه هون 1 2 3 هدول 90 هي 60 وهي 60. اذا عندي النقطة هاي النقطة هاي وهدول عندي 1 2 3 4 مربعات 1 2 3 4 هي كمان 4 1 2 3 4 هي كمان 4. اذا هون رح يكون عندي كل واحدة من هذول رح تكون هون لفترة 120 درجة. إذا هذه رح تكون لفترة 120 درجة 120 درجة 120 درجة. البيك هذا اللي رح يجي عندي هون ايش رح يكون علاقته بالسورسز؟ هذا ايش مساوي لمين هذا؟ لا انتبه هذول هم الثلاثة جايين زي ما هم، هي انا اخذت بالنسبة لهي النقطة. رح يكون هذا شايف البيك هون، إذا هذا رح يكون البيك تبع ار، إذا هذا رح يكون الفولتج تبع ار زي ما هو بيطلع عندي هون. طبعا الفي بيك في بي لار، هذا في بيك لاس، هذا في بيك لتي. كم بلس هذا الارتفاع؟ 3 لأنه هي عندي هون هي سايكل كامل هي 360 درجة. إذا هون البلس نمبر بيساوي 3 هذا 3 بلس ريكتيفاير.